42 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. استاهل استاهل محمد بن زايد بن خلفان. مشاهدي الأعزاء، وشكرا لكل الذين وقفوا وقفة جميلة لهذا الأداء الجميل. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا أي الحفل الكريم المتابعون، نتابع هذا الشوط الانطلاق. حملولة في هذا الشوط للسيد راشد بن سالم بن راشد الاكتبي التي انتقلت في هذا الأداء في المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، المركز الثاني الشاهينية لفاضل بن جاسم بن رقراقي المزروعي أبو أحمد، ونتمنى أيضا التوفيق بينما هناك اللي قادمة الدوحة لهزاع بن محمد بن طرحيب التي وصلت في ثالث المراكز. أما المركز الرابع، مركز الرابع الشاهينية للسيد نابت بن مسلم بالزفنة العامري التي وصلت في هذه اللحظات وانتقلت خامسا. سادس المراكز، هناك اللي متواجدة في المركز السادس، الظبي للسيد حمد بن سالم بن حبروت الجنيبي، بن حبروت الجنيبي. وشوف هناك اللي قادمة سابعا في هذا الشوط مشاهدينا، اللي هي الشاهينية لحمد لعلي بن حمدون الوهيبي في المركز الثامن. المركز التاسع، التاسعة هي كما نراها مشاهدينا في المركز التاسع، والتي وصلت في هذا الشعار الأبيض في المركز التاسع والمركز العاشر من نصيب مشاهدينا الشاهينية لسالم بن متعب بن سعيد الاكتبي. يا سلام بالسلام، هذا شعار بالسلام. الله يا سلام، والله يسلم كل المشاركين مشاهدينا في هذه الانطلاقات الجميلة في هذا اليوم الثاني للختام الوثباوي الكبير في 2010. غير ما شاء الله الأعداد والإقبال لهذا المهرجان كما نتابع هذه الشعارات التي تتابعونها على شاشة أبوظبي الرياضية والقنوات الناقلة. يا سلام، تبين هذا الإقبال الكبير في الوثبة 2011. غير الله يا سلام، ونشوف ونتابع الصدارة مرة أخرى مع الأداء الجميل ومع التجدد لهذا الشوط والانتقالات. واللي غيرت الآن انتقلت إلى الصدارة كما نتابع الشاهينية لمحمد بن خويتم العامري، فاجأتنا وانتقلت. ولكن شوفوا معي اللي دخلت الآن، اللي تدخلت في هذه اللحظات شعار محمد الحزمي العامري اللي هي الجروة، ولكن قادمة أخرى وانتزعت الصدارة. يا السلام، سبابة حمد بن محمد بن نشيرة أو بن شريرة، يا بن نشيرة نعم، الاسم الصحيح محمد بن حمد بن نشيرة العامري راعي الساد. الله، انتقل وراعي وصلات قوية مع هذا الشعار الجميل. أما المركز الثاني، أصبحت في المركز الثاني كما نتابعه الجروة لمحمد الحزمي العامري الدور دور، شعار محمد بن خويتم العامري ثالثا مع الشاهينية. المركز الرابع، وصلتنا هملولة لزايد بن سعيد بن سالمين المزروعي، أداء جميل مشاهدينا، شعار الأحمر وحرف الإس يشير لسعيد. ونشوف مشاهدينا الدور القادم في المركز مشاهدينا السادس، وهناك اللي وصلت الأخرى الطيارة للسيد العوض بن حمد العوض. ونشوف هناك الدخول اللي قادم في المركز الثامن لراشد بن مر بن حلوة، وخلها حلوة يا بن حلوة. يا السلام، متعودين نقول لك حلوة يا بن حلوة. ونشوف مشاهدينا الآخر اللي قادم، نشوف اللي وصل الآن في هذه اللحظات شعار هملولة لعلي بن مهير بن بليشة، وصل في المركز الثامن والمركز التاسع من نصيب أحمد بن خلفان بالشاوي الغفلي الذي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا. يا السلام، عودة للصدارة، عودة لشعار بن نشيرة، عودة لأهالي مدينة أيضا ميدان الساد مع مياسة، مياسة حمد بن محمد بن نشيرة العامري. يا السلام يا حمد، يا بن محمد، يا بن نشيرة، يا العامري، على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه الماركة، ماركة مياس وسلالة مياس. والمركز الثاني، هنا المركز الثاني، الجروة لمحمد بن حزمي العامري، ولكن الدخول الانتقال والدخول من قبل أشعار بن بليشة علي بن مهير بن بليشة مع هملولة، الأداء جميل وراقي للغاية. يا السلام، واتجهنا إلى خط النهاية والبدت
الأوامر وبدت الانتقالات وبدت هناك شعار أيضا بن قشيم الشامسي، ومن الجانب الدوني أشعار راشد المر بن حلوة والمركز الخامس والسادس، هناك أيضا الشعار اللي قادم شعار زايد بن سعيد بن سالمين المزروعي، وشعار آخر من قبل الشعارات الجميلة علي بن مسلم بن دري المنصوري يا السلام، ولكن مع بن نشيرة مع حمد بن نشيرة العامري يا السلام، راعي مياسة بن حلوة وصل بن حلوة وبن نشيرة بن نشيرة بن قشيم من الجانب الآخر راشد بن قشيم الشامسي من الناحية الأخرى التدخلات، ولكن انطلق بن حلوة وبن قشيم وبن نشيرة، يا من له الناموس يا من له الفوز يا السلام يا السلام يا السلام، راعي الغزالة وصل راشد بن قشيم الشامسي في مقدمة هذا الشوط، تهانينا المركز الثاني لابن حلوة، المركز الثاني لابن سالمين عفوا اللي وصلت هملولة لزايد بن سعيد بن سالمين المزروعي له التحية أيضا، والمركز الثالث مياسة للسيد حمد بن محمد بن نشيرة العامري، والمركز الرابع المركز الرابع لعلي بن مسلم بن دري رقم 11 علي بن مسلم بن دري المنصوري، والمركز وهناك ايضا دخول من شعار احمد بن خلفان بالشاوي الغفلي في المركز الاغاد الخامس والمركز السادس والسابع والثامن والتاسع، المركز 7 دقائق 53 ثانية وسبع اجزاء من الثانية، تهانينا لراشد بن قشيم الشامسي المركز الثاني كان ايضا، وشكرا على الغزالة الشاهينية كانت ايضا، ايضا تهانينا لكل الجميع الفائزين بهذه الانتقالات الجميلة وفي هذا الختام الكبير، ونحن في اليوم الثاني على التوالي مشاهدينا وفي هذه اللحظات مشاهدينا بعدما أدينا حضراتكم هذه الأسامي لنعود للزميل سالم بن علي الحمسي ليستعرض معكم خلال هذه الأداء الجميل مسيرة الإخوة السابقين في هذه الأشواط، وله التحية في هذه أيضا الأداء الجميل.